استاذ ناصر، كان في دائما شك انه القاضي بيطار امريكي الهوى وهيدي الامور يلي بتتوجهوا له فيها من جهه الموقف اللي بتأيده. طيب الحديث اللي طلع اليوم انه القاضي عويدات هو اللي اتصلت فيه السفيره الامريكيه وهو اللي طلبت منه يفرج عن الموقوف زياد العوف، وبنهايه المطاف افرج عنه. طيب ما يعني بشع كتير سؤال، أيهما أمريكي أكثر من الآخر؟ أكيد فيش واحد يعني منهم مع المقاومة. إيه بس إنه يعني أنتوا ضد مين يعني مين أمريكي أكثر من التاني؟ ما ضد حدا في مشهد، خلينا نتفق على التالي، لما بنحط معايير ما بيعود في يعني انحيازات شخصية. المعايير شو هي؟ اليوم يعني أنا مع احترامي ومحبتي للاستاجيون وللعرض اللي قدمه، في سؤال جوهري. نعم. كيف بيقبل أي عقل بالمنطق، مش لقاضي، لقاضي القضاة، إنه يعمل الشيء ونقيضه، إنه بيقول أنا كنت مردود صار لي 13 شهر مكفوف يدي وهلأ أنا قررت، أنا مش أخذت حكم، مش طيب. سؤال تاني، في جهة اسمها محكمة التمييز، يتفضل رئيس مجلس القضاء الأعلى فيها أعضاء مناوبين، بغياب الأعضاء الأساسيين أقل وزناً فليكن أفضل من الفراغ. تيجي هاي الهيئة كانت هي تنظر في طلبات الرد وهي تبت بها ويرجع القاضي بيطار. اللي عم بصير عنا عادة التطاول على القانون بداعي الأسباب الموجبة، إنه قضية المرفأ بتستاهل يندعس القانون. كل حكم قانوني، كل اتهام قانوني بخالف الأصول بيفقد المشروعية. نعم. إيه بصير الطارق البيطار قائد جبهة سياسية تتهم وتلقي الاتهامات السياسية، أوكي، وسيتم التعامل مع النص الذي سيصدره الآن. يمكن هو عشان هيك عمل، إنه خلاص القضية ما عاش في أمل من خوضها على المستوى اللي هو رسمه أو رسم له، ما بعرف، بالاستهدافات بالآليات القانونية، بيكسر الجرة وبيروح بكبة بالرأي العام. فليكن لبنان بيهضم، معلش أنا مش موافق عنه هتعمل مشكل بالرأي العام. أنا رأيي ولا القرار الاتهامي أبدا. كيف؟ أنا رأيي وما حتموت، أنا رأيي أول حكومة في العهد الجديد رح ترجع تعين محقق عدلي، وطارق البيطار إذا ما هرب من البلد رح يكون مطلوبا للتحقيق، لأنه تقريره الاتهامي بده يكون واحد من المواد اللي معني أي محقق عدلي جديد أن يبدأ منه. طيب ليش خايفين من القرار الاتهامي؟ ما حدا خايفان يا استاذ جان، والله ما حدا خايفان. انا رح احكي لك، انا طلبت في قضيه الرئيس الحريري، مش هيك؟ ما اعلنت مشتبه به؟ ما اجيت انا تحديت اللجنه وكنت بسوريا وبيت على التليفون ساعه معه وهو يقول لي انه يا استاذ انت عم بدها تشوفك اللجنه بصفتك مشتبه به، يعني ما تجي. شو صار بالناس اللي قبلت تسلم حالها للجنه؟ شو ليش خايفين جميل السيد من لجنة التحقيق الدولية؟ ما خاف جميل السيد من لجنة التحقيق الدولية، نام 4 سنين يا استاذ يا حبيبي، هول ما خافوا. معنى شيء مين رد لهم اعتبارهم؟ أنا يعني لك نفس الجهات المعادلة ذاتها. أنا اللي عم تهجيم الناس لما أنت بتجي من موقع قضائي، معلش بدنا نضحك على بعض، بدنا نحترم عقول بعض. نحن اليوم لما في محقق عدلي بتعطيه الشرعية والإجماع على أنه كلامه له الصفة القانونية، وبيجي بفوت بخبرية مخابرات لها وظيفة ودسائس، انت ما فيك ترجع بعدين تلم الكلام بعد ما يعمل التقرير. سقطوا بالمحكمة يا استاذ، هو مردود الان بقرار قضائي. لحظة مين اللي مخالف القانون هلا؟ هو اللي مخالف القانون. القاضي عويدات تنحى عن القضية ما دخلني بسبب القربة مع زياد، ما عم ناقش صح او لا؟ عظيم، ما عم ناقش في حوادث هيك استاذ ناصر ورجعوا يمارسوا معها. ما بحق له لا قاضي عويدات بحق له يبطل متنحي، ولا طارق البيطار بحق له يقول انا ما عدتش مردود. اذا كان القرار الاتهامي ضعيف ومفرط ما اتركوه يطلعوا، بده محكمه التمييز ترده. يا استاذ يا حبيبي انا مستغرب كيف في واحد بيكون بده يقبل نتيجه قانونيه مبنيه مش على نتيجه مبنية. هي مش نتيجه، لا 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 لا، ما اسمه نتيجه معه. قانونيه مبنيه على مخالفه القانون. يا استاذ ناصر عم تسمعني؟ يا حبيبي بلا عم بسمع. خليني اقول لك نتيجه قانونيه مبنية على مخالفة القانون. طارق البيطار خالف القانون ولا لا؟ خلينا نشوف الرأي الآخر. خالف القانون ولا لا؟ لحظة، مين؟ طارق البيطار خالف القانون، رجعته. لا ما خالف القانون. ورح أقول لك ليش. أوكي. خليني أشرح لك. هات لنشوف. أنا خليني بدي أتعلم قانون. لا لا مش عم تعلم قانون. هلا بتتعلم قانون. يلا أوكي وأنا كمان. لا طيب. هلا لازم الرياض سلامي يعلن إنه هو مستمر. ولايته ما بتخلص بتموز، ولازم اللواء عباس ابراهيم يعلن مش بحاجه لا بس هيدا غير موضوع. ولا بلاه
هيدا ما في اذا كل واحد كل حاله كل يقتله ما في كثير يا استاذ يا حبيبي خلينا بس نسمع وجهة النظر ليش ما خالف القانون قدم دراسه انا هلا بعمل دراسه للي واحد مش لا اعمل له دراسه الضروره تبيح المحظوره اول شيء وما بترك البلد يفلت لحظه شوي وقائد الجيش حرام لا لا وحاكم البنك المركزي حتخرب الليره تقدم الدراسه لحظه تقدم الدراسه بتقول انه له حق يرجع هلا بتناقش بالدراسه مين قدمها قضاة قدموه هو لا ابدا لا وينهم نشرت اسمائهم وينهم نشرت اسمائهم طلع شيء رسمي شو صفاتهم يا خي قضاة بمجلس الشورى روح علي شوي بيروح على محكمة التمييز بيقدم هذا الرأي بياخذ فيه حكم استاذ ناصر بس خلي قول هيدي الفكرة انا قدم الدراسة تقدم الدراسة واحد مندود بحكم استاذ لحظة بيقول يدك مكفوفة لحظة شوي بس طول طول بالك علي شوي اول شيء تقدم الدراسة للاستمرار بالعمل هيدي اول نقطة النقطة الثانية القاضي طارق البيطار انجز قراره الاتهامي قبل ما تكف يده خليك معي شوي ليش بده يكمل تحقيق لا كمل التحقيق لانه في 8 اضافيين ما عم تقول انجز قراره ايه انجز بعد في عنده 8 اضافي له حق لحظة شوي بين معه شيء يا انجز يا ما انجز لا لانه التحقيق ممكن يغير القرار لا مش صحيح كيف مش صحيح التحقيق بيغير لك خي انا مش ما بدي اقعد محله ما اذا حققت يمكن تكتشف شيء ما كنت شايفه لا طول بالك طول بالك خليك شوي سلمنا يا خي لا مش خلص قراره وما عم بده يحقق ايه خلص كله بدعمه هو استاذ ناصر روح شوي علي طول بالك بس عم بستغرب انك قبلين هالحكي لا انا قبلين لانه انت بدك تنطلق من فرضيه ايه؟ انه شو ما عمل طارق البيطار لا 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 ابدا لو راعى محكمه التمييز وقدم مرافعته انا الفكره اللي مش عم تخليني كفي فكرتي تفضل انا كل اللي عم اقوله انت عم تتهمني لا مش انا مش بتهمك لا وانت عم تتهمني انه انا معه طول ولا ابدا انا عم لك كيف عقلك بيقبل لا قاضي يعلن عن نفسه انه استاذ حبيبي عم بيقول في دراسه لمصلحه الدفاع لمصلحه الدفاع كان لازم الرئيس ميشيل عون يعمل دراسه من قضاه انه هو مش لازم يترك اصلا عمل عمل الدراسة بس جبران ما خليه لا وعقلاته أكبر من أنه يقبل خليني كفي خليني كفي ما ناخد الموضوع محل تاني خليني كفي لا ولدن الطارق بيطار هاي خرب خليني البلد خليني بس هيدي الفكرة أنا كل اللي بدي أقوله فكرة واحدة إذا كان القرار الاتهامي أو ما وصل يكون قرار اتهامي إذا كان ملف طارق البيطار غير متماسك هيدي لمصلحيات اللي بده يشتبه فيهم لأنه محامي الدفاع تبع هودي المشتبه فيهم رح يفككوا ما يسمى القرار الاتهامي إذا صار قرار اتهامي وساعتها بتكون قدم لهم أكبر خدمة إنه أنت مشتبه ب 10 أو 20 هذا قرارك كله مفكك أما إذا كان متماسك صرنا بغير محل أنا كل اللي عمولو ليش هالريبة المسبقة بس تخلص اللي إيه؟ ليش في ريبة مسبقة من الشيء اللي بده يقوله طارق البيطار إذا طارق البيطار بين القرار الاتهامي على فرضيات هاي لمصلحة المحامين هاي لمصلحة محامي الدفاع هاي لمصلحة المشتبه فيهم أما إذا كان بنية على وقائع صرنا بغير محل تفضل أول شيء طارق البيطار لما تعين مع مين اللي عينه مش مجلس الوزراء لو حدا عنده شيء بيقول إنه طارق البيطار خصم وإنه طارق البيطار عدو أو إنه اللي سماه مين مش وزيرة العدل بالمحسوبة على التيار الوطني الحر هي اللي اقترحته ماري كلود نجم موجه له تحية لا ما ندمت أنا عم أقول مش صحيح إنه في موقف مسبق الموقف إجا من السلوك هالسلوك شو بيقول في عينات وإشارات على السلوك وما بدي أرجع لك إلا بس لعطيك هيك رش يعني واحد في 4 رؤساء حكومات نقى واحد في 5 وزراء مالية نقى واحد في 4 وزراء أشغال نقى 2 في قائد جيش في قضاء في يعني هذا الانتقاء للصفات نقى مثلا برئاسة الحكومة آخر رئيس حكومة بوزارة الأشغال أول وزير أشغال فيني جواب لا معلش بدي كمل الريبة إذن صح أم خطأ أنت حر بتحكم عليها بس أنا عم لك منين إجت الريبة إجت أن كل الذين تم التوجه نحوهم يدورون في بيئة سياسية يراد أن يقول أنها تلوذ بالثنائي الشيعي وأن الضحايا مسيحيين والمعتدي هو حزب الله بالمشبرح علي حسن خليل عقبول أمركان شو التهمة العلاقة مع حزب الله
يوسف فنيانوس على أبوه الأمريكان شو التهمة؟ العلاقة مع حزب الله. فإذا نشأت الريبة من هنا. خلينا نتفق إنه الريبة. يعني أنت عم بتقول، أنت عم بتقول سيستخدم طارق البيطار منصة للانقضاض على حزب الله. لا 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 ما أظهر من هيك أصلاً. لا لا ما في لا العمل. أظهر من هيك. طبعاً أنا بصرف النظر. خليني بس أنت عم تقول أنت عم تعمل هالتوصيف. لا لا. جهتكم السياسية استاذ ناصر. الحرص على العدالة. مثل التحقيق الدولي استاذ ناصر. يا مدام روزانا. التحقيق الدولي. اعتبرتوه يتهم حزب الله من طارق البيطار مش خايفان منه، ما هو محكمة دولية طلعت أحكام وقال أنا غير معني بنتائجها. مش الخوف هو على التحقيق، الخوف هو على الحقيقة. يتركوا ما إذا الخوف على التحقيق شو العمل؟ يتركوا ويسقطوا. عظيم عظيم وحدي وحدي يتركوا ويسقطوا. عظيم. يعني إذا بكرة القرار الاتهامي مفكك خدني بحلم أصغر واحد دير السنة أولى حضور. عظيم يسقطوا. عظيم. شو الوسائل التي اتبعت في التعامل معه؟ وسائل القانون التي يتيحها القانون. هل ذهب طارق البيطار في الرد الأول الذي قدم ضده قال أنا لا أرد وعمل هالمطالعة اللي القضاة الجهابس اللي عطوه إياه بتعبر عن روح وجوهر القانون؟ لا، قبل الرد وكفيك. تاني مرة هل قدم هذا الكلام الذي يقول أنا لا أرد وأنا سأواصل التحقيق؟ لا، لم يفعل ذلك. قبل الرد وراح قعد 13 شهر بالبيت. هذا بقوة القانون عم بحكي خلق سابقة صنعها طارق البيطار بنفسه. تقول لطارق البيطار لا يحق لك لو محامي الدفاع قالوا هيدا الكلام وقت بتبلش المحكمة كانوا سقطوا القرار. روح علي روح علي. الآن العدالة بوضع أفضل من لما كانت عليه عندما كان مكفوف اليد. على القليل كان في أمل أنه محكمة التمييز تنظر بطلبات الرد وترجعه ويرجع يكمل بشكل شرعي. الذي أصيب الآن بخطوة طارق البيطار، وأنا رأيي هذا المطلوب، المطلوب من طارق البيطار أن يفجر الملف التحقيقي ويقدم تقريرا اتهاميا طائفيا يراهن البلد. ما بخاف عليه أنا من الفتنة، أنا رأيي هاي قشري يلعب ويعبث بها، لكن البلد السجن الأهلي في أعمق. بس ليش عم تستنتج هيك؟ لأنه في سياسة. شو الخلفية؟ شو الخلفية؟ يا أستاذ ناصر يا حبيبي، إذا في زلمة عامل قرار من 600 صفحة رح لك كيف عم تستنتج إنه ياخذ 600 بركي 100 لا 600 صفحة عارفه أنت خيط سرية التحقيق. لا 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 هيدي مش كشف لسرية التحقيق. لما عم يحكي بقرار في صحفي بالبلد مش شايفه بعد ليش طارق البيطار هو عم يشتغل قضاء ولا عم يشتغل سياسي؟ ليش ما نشروا رح ينشروا. هو ما عم يعمل ليروح على القضاة. انا بالعكس انا بشوف انه لما هالقد عامل رح ننتقى يا استاذ جان بعد ما يطلع وستكتشف هيني انا وياك على الهواء ما في جواب على سؤال هاي النترات شو مين جابه ومين بيتحمل مصلحة المشتبه فيهم اذا هالقد طلع بعيد المشتبه فيهم مين عم نحكي انت هلا خيفان على السمعة بس على الحقيقة